مع اشتداد التوتر مقارنة بين الجيشين الأمريكي والصيني. سلام الله عليكم مشاهدي قناة الثقف. اشتدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. تصاعد التوتر بين أكبر قوتين عالميتين جعل العالم يحبس أنفاسه من اندلاع مواجهات عسكرية، حيث يمتلك جيشي البلدين قوات جوية ضاربة وترسانة نووية فتاكة. وبحسب جلوبال فاور بول، يحتل الجيش الأمريكي الصدارة في تصنيف أقوى الجيوش عالميا، فيما يأتي نظيره الصيني في المرتبة الثالثة بعد الجيش الروسي صاحب المركز الثاني. ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة حوالي 335 مليون نسمة، بينهما 147 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، في حين يصل عدد أفراد الجيش الأمريكي إلى 1.38 مليون جندي، بينهما 442 ألفا في قوات الاحتياط، بينما الصين يبلغ عدد السكان 1.397 مليون نسمة، بينهما قرابة 754 مليون نسمة قوة بشرية متاحة. وتعداد جنود الجيش الصيني في الخدمة 2 مليون جندي، إضافة إلى 510 ألاف جندي في قوات الاحتياط. ومن حيث القوة الجوية، يمتلك الجيش الأمريكي 13,247 طائرة حربية، بينها 1,957 مقاتلة و783 طائرة هجومية وأكثر من 982 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 2,661 طائرة تدريب و5,463 مروحية عسكرية، منها 910 مروحية هجومية. ويمتلك الجيش الصيني أكثر من 3,285 طائرة حربية، بينها 1,200 مقاتلة و371 طائرة هجومية، كما يمتلك الجيش الصيني 912 مروحية عسكرية، منها 281 مروحية هجومية. ولدى الجيش الأمريكي 6,612 دبابة و45,193 مدرعة و1,498 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 1,339 مدفع ميدانيا، إضافة إلى 1,366 راجمة صواريخ. بينما يمتلك الجيش الصيني 5,250 دبابة و35,000 مدرعة. ومن حيث عدد المدافع، يمتلك الجيش الصيني أكثر من 4,120 مدفع ذاتي الحركة وقرابة 1,734 مدفع ميداني و3,061 راجمة صواريخ. ومن حيث القوة البحرية، يضم الأسطول البحري الأمريكي 484 قطعة بحرية، منها 11 حاملة طائرات و92 مدمرة و68 غواصة، إضافة إلى 8 كاسحة ألغام. بينما يتكون الأسطول الصيني من 777 قطعة بحرية، منها حاملتي طائرات و79 غواصة و41 مدمرة و49 فرطاقة و36 كاسحة ألغام. تبلغ ميزانية الدفاع معدل الإنفاق السنوي للجيش الأمريكي 770 مليار دولار أمريكي، بينما تبلغ ميزانية الدفاع معدل الإنفاق السنوي للجيش الصيني 230 مليار دولار أمريكي. وعلى صعيد القوة النووية، كشفت CNN أنه يعتقد أن جيش الولايات المتحدة يمتلك 3,750 سلاح نووي، بفارق كبير عن نظيره الصيني الذي يمتلك قرابة 350 سلاح نووي. وفي نهاية الحلقة، إن أعجبك الفيديو الرجاء الضغط على زر اللايك وعمل اشتراك للقناة ومع تفعيل زر الجرس ليأتيك كل ما هو جديد في قناتنا قناة اتثقف.